السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي ندير معكم واحد الكاب كيك او الميفان، ما كل واحد كيفاش كيسميهم. غادي ندوز معكم المقادير، وهي مقادير بسيطه جدا وسهله، ولكن النتيجه رائعه. كل يعني كل شيء غادي تشوفوه بعينيكم. لكن ما كتشوفوا، عندي جوج بيضات، عندي جوج معالق كبار ديال الزيت، عبرت بهاد المعلقه باش عبرت. عندي 100 غرام ديال السكر، 100 غرام ديال السكر، وعندي 150 مليلتر ديال الحليب، 150 مليلتر ديال الحليب. عندي واحد شويه الشوكولاته، هذا من بعد ان شاء الله غادي نشوفوا شنو غادي ندير به. هنا عندي واحد نص معلقه تقريبا تاع صغيره ديال القرفه، عندي واحد القبصه ديال الملح، عندي واحد معلقه صغيره ديال قهوه داريبه سريعه الذوبان عفوا، وعندي واحد الفاني بطبيعه الحال. نتوما الا بغيتو ديرو كديرو ساشي ديال الفاني. وعندي واحد جوج، غادي ندير جوج معالق صغار من الخميره الكمويه، وعندي 150 غرام ديال الدقيق. غادي نهزو النواشف، غادي نخلطو النواشف هما الاولين. كتشوفوا عندي هنا 150 غرام ديال الدقيق، غادي نزيد عليها 100 غرام تاع سنيده، غادي نزيد عليها معلقه، كنعاود المقادير باش اللي ما لحقش يشوفهم في الاول يشوفهم في التالي، معلقه تاع قهوه سريعه الذوبان، وغادي نزيد عليها قبصه تاع الملح، غادي نزيد قرفه وجوج معالق ديال الخميره. خميرة كيماوية، هادو غادي نخلط هاد النواشف بعلقة، هنا غادي نهز واحد البول آخر، غادي ندير فيه ندير الزيت. كتشوفوا النسبة ديال الزيت كبيرة جدا، غادي نخلط وغادي نرجع معكم. غادي نضيف الحليب، هنا 150 مليلتر أو مليلتر، 150 مليلتر ديال الحليب. هنا ملي درت هاد السوائل غادي نزيد فاني، نتوما من طبيعة الحال كما قلت لكم غادي ديرو ساشي اللي عندو، واللي كيبغي هادي هاد السائلة ولا ديك الأخرى. وغادي نضيف الدقيق، غادي نضيف الدقيق الاخر، وغادي نخدمها باش يذوبوا هاد الحبيبات ديال الكافي، وغادي نرجع معكم ان شاء الله. هنا البنات ملي خلطتها ها هي القوام ديالها، خصو يكون هكا. بغيت نقول لكم انكم يعني الا كنتو دايرين جوج بيضات كبار والدقيق اللي كتشرب يعني عرفتوا بلي راه هو ما كيتشربش، ضروري انكم تزيدوا واحد شويه على الكميه اللي قلت لكم، حيت حتى انا زدت واحد شويه، يعني غادي يكونوا شي ثلاثه المعالق ولا اربعه اللي زدت، يعني باش نكون صادقه معكم انا حسب الدقيق، حيت بعض المرات كنبدل في الدقيق ولا مره باش من الماركه كنشري. المهم دابا هاني كملت، هاني طربتها، غادي نزيد فيها واحد شويه ديال الشوكلاط، وغادي نخلط. نتوما تختاروا الشوكلاط ديروا لي فرويسات، ديروا دوك الفواكه المعسله، المهم اللي متوفر عندكم. انا تنحاول نرزي الذوق تاع ولادي، تيبغيو ديما الشوكولات، وتبع انا ديما الشوكولات يعني كندير شويه دوك الفواكه المعسله، واخا هي اصلا خص يكونوا فيها دوك الفواكه المعسله ولا الكركاع ولا اللوز مقطع، اللوز مقطع هكا ولا التمر مقطع. صافي انا موجده
وشربت الكوار ديالي. غادي نخويها فسميتو، غادي نطيبها في الفران وغادي نرجع معكم ان شاء الله باش نوريكم الشكل النهائي ديالها ان شاء الله. ها هو مالي الكب كاكاو لي ميفين ديالي طابو، ها هو غادي نوريكم واحد الحبه باش كيجي. شفتوا انا تعمدت انني نحيد الكاغيطه والقالب من ورق من التحت باش نبين لكم الشكلاط اللي في الداخل كيفاش كيجي دايب. شفتوا ان شاء الله غادي نديرو بشويه عليكم. نقطع لكم شفتوا كيف كيجيو من الداخل، فيهم اللون تاع القرفه مع القهوه والشكلاط تيجيو رائعين هائلين في المذاق. تجربوهم ان شاء الله وغادي تشوفوا. كنتمنى ان شاء الله انه هاد لي كاب كيك يعجبوكم وتجربوهم وتردوا عليا الخبر. ومن هنا حتى وصفه اخرى كنقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وبالسلام عليكم الى وصفه اخرى ان شاء الله.